مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي ارحب مره اخرى بالدكتور امجد الوكيل، رئيس هيئه المحطات النوويه لتوليد الكهرباء. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. دكتور، احنا سمعنا ان مشروع الضبعه النووي فاز بجائزه افضل مشروع، ده حصل ازاي وايه هي مواصفات المشروع علشان يفوز بهذه الجائزه؟ الحقيقه مشروع المحطه النوويه بالضبعه فاز بجائزه عالميه، وهو كان انه ثاني افضل مشروع من حيث البدء والانطلاقه، وده كان في معرض اتوم اكسبو بروسيا في عام 2019، وده كان بيعبر عن مدى التزام المالك بتحقيق جميع الالتزامات الخاصه به، وده كان في عام 2019. لكن انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا بعدها في عام 2021 حصل فريق المشروع الاشراف على المحطه النوويه بالضبعه بجائزه الدوله، يمكن كان افضل فريق عمل، وده كان في عام 2021 حصلنا على افضل فريق عمل، وده كان حقيقه فخر كبير جدا جدا لينا. فاحنا الحقيقه كمشروع نووي حريصين جدا على ان احنا دايما نحقق الانجازات، ويمكن الحصول على ثاني افضل مشروع من حيث البدء والانطلاقه في عام 2019، ثم الحصول على افضل فريق وفريق عمل ومشروع النووي في عام 21، ثم ايضا الحصول على موقع النووي، الموقع الالكتروني الخاص بالمحطه النوويه، ده ايضا من المواقع المتميزه اللي وصلت للمراكز الخمسه على مستوى الجمهوريه ومرتين.